تحياتنا شباب. قبل يومين او ثلاثه نزلنا عرض خاص بخصوص انه البلبل مع القفص 30,000. الوجبه وصلت لكن وجبه قليله كلش، يعني خمس قفاص فقط مع البلابل مالتها. ثلاثه مباعن على التليفون لاحد الاشخاص هنا قريب علينا دائما كان يتصل على مودهن. بقن عندنا ذني اخر اثنين طيور حلوات وخشنات كلش مثل ما جاي تلاحظون ونظاف، والطيور كلهم فاتحات بالقفص. هسه راح احاول اعزلهن لكم كل واحد على حده واخليه يقرا وتأمرون امر، وان شاء الله بعد يومين او ثلاثه هم جايتني خمسه قفاص. طيور قدامكم انظاف وحلوات، وهسه راح اخليهن يفتحن ويقرن قدامكم. والسعر 30,000 البلبل مع القفص سعر نهائي. تحياتنا شباب. Thank you.